السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. النهاردة فيديو مختلف خالص مش متعودين عليه، اللي هو دردشة مع حضراتكم. أنا حددت 20 فكرة. هتقولوا مش معنى 20 فكرة، أقول لكم عشان 2020 سنة سعيدة بإذن الله علينا جميعا يا رب وعلى العالم كله. حددت 20 فكرة، دي من وجهة نظري أنا، دي الحاجات اللي أنا عايزة أعملها، فاهميني؟ دي الحاجات اللي أنا إن شاء الله ناوية السنة دي أعملها على قد ما أقدر. فبرضو ممكن حضراتكم تكونوا بتعملوا حاجات منها، وممكن في الباقي ما اكيد مش بتعملوه، مش معقول بتعملوا العشرين اللي انا هقولها. فانا بفكركم بيها وبفكر نفسي وبفكر بعضنا، يعني ونساعد بعضنا ونفيد بعضنا. اول حاجه الصلاه. الصلاه انا طول عمري الحمد لله بصلي من انا صغيره، مواظبه على الصلاه الحمد لله رب العالمين، دي نعمه كبيره. لكن احيانا بصراحه وبامانه بصلي بسرعه، ده بيتعبني نفسيا جدا. فناوية السنة دي إن شاء الله بإذن الله في 2020 لأنا أصلي بخشوع أكتر، أكون أكثر خشوعا في الصلاة، وأصلي بروية وتأني أكتر. المية، أنا مش عايد واحد اتنين تلاتة عشان ما تلخبطش. المية، المية مش هتصدقوني لما أقول لكم إن ممكن يوم بطوله يعدي وأنا مش بشرب ولا بق مية واحد، ويجي تاني يوم ما أشربش مية، ومش فاكرة أصلا إن أنا ما شربتش مية، لأن أنا مش بشعر بالعطش على فكرة، مش من النوع اللي بعطش كل شويه اشرب ميه. فالسنه دي باذن الله، وطبعا ده خطر عشان الكلى، البشره، الجسم. فحاول السنه دي ان شاء الله باذن الله احط ازازه ميه جنبي واشرب منها طول ما انا رايحه وطول ما انا جايه. كمان اعمال الخير، اكيد بنعمل كلنا خير في السنين اللي فاتت 2019 وكده، لكن نحاول في 2020 نكتر من اعمال الخير. والمبلغ الصغير اللي انت بتقول عليه اللي انت هتطلعه ده ما تستقلش بيه ابدا، ممكن صغير بالنسبه لك، لكن النسبه اللي هياخده بيبقى مبلغ كبير ومبلغ حلو جدا، فطلعه ما تستقلش بيه. والهدوم المتراكمه عندنا في الدولاب واولادنا مش بيلبسوها واحنا مش بنلبسوها، نحاول نطلعها برده لاعمال الخير عشان الناس تستفاد منها. كمان التوفير، نحاول السنه دي باذن الله مش كل فلوس تجي لنا بقى نصرفه ونفضل نصرف نصرف، لازم نشيل الزمن يا جماعه. فنحط مبلغ صغير جدا كل شهر على جنب في مكان كده ما نمدش ايدنا عليه، يعني عشان الزمن. كمان كسر الروتين، الزوج والزوجه اللي حاولوا يكسروا الروتين حياتهم الزوجيه وحياتهم العائليه، حاولوا يكسروا الروتين دوت. ازاي؟ يعني مثلا الزوج والزوجه ياخدوا اولادهم ويطلعوا ياكلوا مره في الشهر، مره في الشهر في مكان بره، مش لازم يمكن يبقى غالي على فكره، مش لازم اكل يبقى غالي برضو على فكره، ممكن الزوجه تعمل اكل في البيت وتاخدوا يقعدوا في الجنينه من الجناين الجميله الموجوده في بلدنا. كمان ان احنا نصاحب ونتقرب من اولادنا، لازم نصاحبهم في 2020 باذن الله ونتقرب منهم عشان يحكوا لنا مشاكلهم وايه واسرارهم، ما يحكوش بره. كمان لازم نهتم بالنسبه لاطفالنا الصغيرين، بشوف امهات تديهم فلوس في طلعه ونازله بيروحوا يجيبوا شيبسي، يروحوا يجيبوا اكلات فيها مواد مصنعه والوان صناعيه، ودي كلها مضره على صحتهم وجسمهم اللي بيبنوه طبعا. نحاول نقلل من الكلام دوت حبه حبه عشان ولادنا تتعود على كده. كمان الاهتمام بالاكل الصحي، نبطل الفاست فود ونبطل الاكلات المصنعه، نخلوها بس مره في الشهر اللي قلت عليها اللي هي في كسر الروتين دي بس، لكن مش كل شويه، ناكلوا اكل بيتي، اكل بيتي اصح وافيد طبعا ومفيد جدا طبعا طبعا. وكمان نهتم بصحتنا، اهتمام بالصحه العامه، مش هقول مثلا كشف دوري، عشان احنا عندنا في المجتمعات الشرقيه بصراحه غير المجتمعات الغربيه، المجتمعات الغربيه بصراحه جميله قوي في حته ان هم بيكشفوا دوريا على نفسهم. لكن احنا مش هنقول كده، هنقول مثلا كل فتره نكشف على نفسنا، كشف ضغط، كشف سكر، ستات تكشف على الثدي، عشان لو في امراض ولا حاجه نلحقوها من الاول، ربنا طبعا يعافينا جميعا ان شاء الله. ونهتم طبعا ببشرتنا، بالكريمات اللي بندهنها في الصيف وفي الشتاء دي مهم جدا، ما نستهونش بيها طبعا، ونهتم بضوافرنا، نهتم باسناننا، نهتم بكل حاجه، بجلدنا، بجسمنا، بكل حاجه. كمان نهتم بالمشروبات الصحيه زي مثلا الشاي الاخضر، القهوه الخضراء، شاي الروزماري اللي انا عملته في القناه، ندخله مع المشروبات اللي احنا بنشربها زي الشاي وزي القهوه. كمان التدخين، انا بقول لكل واحد، لكل راجل، كل ست، كمان في ستات مدخنات وده حاجه وحشه جدا، ان هما يقللوا من التدخين ويبطلوا لغايه ما يبطلوا. يعني مثلا انت بتدخن 5 سجاير في اليوم، تمام، حاول مثلا بكره تخليه 4، بعده تخليه 3، بعده تخليه 2، لغايه ما تبطله خالص، لان مش معقول هتبطله فجاه، لازم تبطله بالتدريج، لان التدخين طبعا مضر وكلنا عارفين طبعا اضرار التدخين ايه. ربنا يعني يعافينا ويعافيكم طبعا. كمان لازم نهتم باهل الزوج واهل الزوجه، يعني الزوج يهتم باهل مراته
فده صدقني هتحبك اكتر، وهتقول ان هي مهمه بالنسبه لك جامد جدا. ولازم الزوجه تهتم باهل جوزها برضو، هو هيحبك اكتر وهيقول ان هو بالنسبه لك مهم جدا برضو. دي حاجه يعني، في حاجات بسيطه يا جماعه ومتوش بسيطه، لو دخلناها في حياتنا حياتنا هتتغير خالص صدقوني يعني، وعن تجربه. وكمان لازم ده فكره للزوج، بقول لحضرتك ان مفيش حاجه جد خالص مش هتقلل من قيمتك لما انت مثلا مره في الشهر تحاول تحضر لنقطه فطار، وتقوم هي تصحى من النوم تفتح عينيها تلاقيك محضر لها فطار بسيط يعني اللي انت تعرف تعمله، تسلق بيض، تعمل فول، تعمل جبنه بطماطم، مش مشكله خالص. بس ده بالنسبه لها هيفرق جامد جدا وهتحبك اكتر، هتدي بيتها اكتر واكتر، معنوياتها ترتفع اكتر، وده مش هيقلل من قيمتك كرجل طبعا. كمان في حاجه جميله جدا برضو ان احنا الهوايه، لازم كل احنا لو بحثنا جوانا كده ودورنا كده جوانا كويس قوي، هنلاقي كل واحد فينا مبدع في حاجه، لازم سواء موسيقى سواء غنى سواء رسم سواء اشعار سواء قصه سواء مثلا بيعرف يطبخ يعمل يعني قناه زي ما انا عملت مش عارفه ايه يعني، لازم كل واحد فينا عنده هوايه ينميها. كمان الهدف، لازم كل واحد فينا يبقى عنده هدف، ما يسيبش نفسه كده من غير هدف. لازم في 2020 باذن الله يعني كل حاجه بامر الله نعمل هدف لحياتنا، ومش لازم تنفذوه وتحققوه في 2020، ممكن تبتدوا في 2020 وتنفذوه طبعا على مدار السنين يعني، بس لازم يكون عندنا هدف نسعى عليه ونعيش عشانه طبعا. كمان صله الرحم، انا وده بقوله لنفسي بصراحه من اول ما عملت القناه وشغلتني جامد جدا عن زياره الاقارب والاهل، مثلا ما بيعزموني ساعات بعتذر، مثلا احاول السنه دي في 2020 ان انا طبعا اصل رحمي واود اهلي وقرايبي واعزمهم عندي واتعزم عندهم باذن الله. بالنسبه للاصدقاء برضو برضو انشغلت عنهم فبقول لهم معلش، هم ربنا يخليهم بيتصلوا بيا وبيسالوا عليا دايما يعني، فبقول لهم ربنا يخليكم ليا يا رب، وان شاء الله باذن الله في 2020 ارجع تاني اودكم وازوركم ونخرج مع بعض زي ما احنا متعودين مع اصحابي، كنا متعودين نخرج مع بعض كل فتره، برضو نعملها باذن الله ان شاء الله يعني في 2020. كمان نحب نفسنا، فاحنا لو ما حبيناش نفسنا صدقوني محدش هيحبنا. لازم تحبي نفسك، لازم تحبي نفسك، لازم ترضى عن نفسك، لازم تبقى واثق في نفسك وتبقى راضي عنها، لان انت لما تحب نفسك هتحب طبعا غيرك، هتحب زوجك، هتحب مراتك، هتحب اولادك، هتحب اهلك وقرايبك، فده مهم جدا يا جماعه ان احنا نحب نفسنا. دي كانت مجموعه، وفي كمان كان فكره انا نسيت اقولها معلش، بالنسبه لي انا بقى بالنسبه لقناتي، لان انا ان شاء الله ناويه في 2020 ان انا اكبر منها باذن الله تعالى يعني، ربنا يساعدني اكبر من القناه بتاعتي واقدم فيها محتوى كويس يعجب الناس ان شاء الله باذن الله. فده كان يا جماعه ال 20 فكره او الهدف اللي انا فكرت فيه وقلت افيدكم واتكلم معاكم وشوفوا انتوا افكركم بيها. فده كان يعني الفيديو بتاعي بتاع النهارده، يا رب يكون عجب حضراتكم وتكونوا استفدتم منه. والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر، الى اللقاء.